دبابة تاريخي في يوم 6 شهر 6 سنة 1983 القائد مقدم ويليام نيونبان قائد التاريخ بعد ما سقطت مدينة تبوك يوم 15/5 والقائد ويليام نيون في منطقة أيوت قائد التاريخ العازل التاريخ التي جاء لهذا البلد الآن بنا يأخذ استقلال بتاعه. فكان هذا دبابة هو وكان دبابة الوحيد كان بحدد الثورة، لكن كان في واحد ابن خاله اسمه قدماي اسمه قدماي توديان. قدماي هو كان خال ويليام، هو كان عريف سايق هذا الدبابة. فمن هذا المكان هو مكان التاريخ. فبنقول لشعبنا العظيم بنا منطقة أيوت هو منطقة تاريخية، والآن جينا للزيارة، زيارتنا زيارة السلام، هو السلام الذي يعوم البلاد. ككور ما ينما دباب ما دم كجة ين دباب ميدان ما جاء ويليام نيون بانك ودور ما شاء الله يود بيكب يود ما دور دان جاء كسور دان سن كو كسور يا جيبور تتهام توت نير وينتن لكن كيود كرر وين أجل كل تشنج ولم ما كل تبيران أجل تشنج بكل كفاي بكل فاي بكل ما فاي مقوى من بيوك وانا ما باور كمال جاء يدور ما كرون بعد دور كرون كربون وان ويجا نامون وان ويجا كان يوان بان جاء يدور ما أجل وانا دان اللي ندور سن كرون بعد دور كربون وان ويجا نامون دا ويجا خيل التاريخ ده نمو أجل تاريخ ده أمبغى لاريه ين شاب جنوب السودان كي ينغاركو للأجال نيتي أكن جي كورو تكون تاكو تير ونكه نم ميدان توك جه انت مي شغلا ني ديت تاكو تي ديال كان ويدا كو جا وي كامبار وي وي دون نونا بيا غام تا وي غورمال كام ني كون كرودان غورمال كي جيراني كون كا غورمال نان دون لار كا جيني السودان this time it was the time of historical liberation of South Sudan, whereby Lieutenant Colonel William Nyonban has led the mutiny against the regime in Sudan in 1983 on 6 June. This time has made a historical of this nation. And today we come and see it. We want you people, generation to generation, that they will know Ayut is a historical area. Without Ayut, without William Nyonban and his colleague, it was our revolution was achieving. Our revolution was declining. But for him, he made it. And he did it. And that is why today we are independent republic. Sudan. Therefore, we come here for peace, and Ayut become the historical area. We want this peace to continue. Peace with our neighbors. We are coming here to solve the problem between Law and Gawar. They are one ethnic. They are one people. We are coming here for peace, and we from Ayut, this peace will prevail to all Southern Sudan. Congratulations. To my ties, William Nyonban and his colleague. Thank you very much.